ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم. سيد طارق، مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، شكرا على هذه الفرصة. تحطم الطائرة الأوكرانية بالتزامن مع القصف الإيراني الذي استهدف قاعدة عين الأسد انتقاما لمقتل قاسم سليماني، ألا يرجح برأيكم فرضية أن يكون أحد تلك الصواريخ قد أصاب الطائرة؟ وهو بالتأكيد كما قالت جريدة نيوزبيك وديلي ميل وعدد كثير من الناشطين والخبراء الدوليين حول هذه الفرضية، وقد تكون إصابة مباشرة. ولكن حسب رأيي المتواضع أنا أرى ثلاثة فرضيات هنالك قد حصلت في هذه الأزمة. أولا، قد تكون عبوة ناسفة زرعت داخل الطائرة لأسباب، لأن النظام الإيراني معروف بأعماله الإرهابية. قد تكون هنالك عوائل من غادة الجيش قد هربوا على متن هذه الطائرة وأرادوا أن يمنعوا هذا الخروج. فرضية أخرى تقول أن من الممكن أن الصاروخ بشكل خاطئ، لأن الصواريخ الإيرانية كانت غير ذكية عندما أصابت أهدافها في قاعدة عين الأسد، بالتالي قد تكون هذه الفرضية أيضا هي غريبة الواقع. أما الفرضية التي أنا أميل إلها أكثر هي الفرضية الثالثة، النظام الإيراني والقوة الجوية في إيران كانت بحساسية عالية جدا بدفاعاتها الجوية وترصد كل شيء في ذلك اليوم أو تلك الليلة. فأعتقد أن النظام الإيراني من بعد ما قام بضرب قاعدة عين الأسد خوفا من وجود طائرات B-52 الأمريكية والتي تشبه هذه الطائرة طائرات بوينغ المدنية، كانوا قد أخطأوا في إصابتهم لهذه الطائرة بدلا من B-52. فهذه ممكن تكون أكثر غريبة إلى الواقع، فتكون بصاروخ ذكي ضرب هذه الطائرة. كما تعرف إيران تستبعد هذه الفرضية التي تفضلتم بها وتقول أن الطائرة ربما سقطت لعيوب فنية، لكن السؤال الآن، لماذا ترفض إيران تسليم الصندوق الأسود للطائرة حتى تثبت كيف سقطت؟ حسب الاتفاقيات الدولية يجب على النظام الإيراني أن يعطي الصندوقين الأسودين لتلك الطائرة إلى الجهات المعنية. وقال السيد ترامب في تلميح في إشارة إلى هذا الموضوع أن إذا لا يريدوا يسلموها لبوينغ يجب عليهم أن يسلموها إلى فرنسا أو إلى دول أخرى وخبراء آخرون. وفقا لتلك الاتفاقيات الدولية، النظام الإيراني مجبر ومضطر أن يسلم تلك الصندوقين. إذا لا يريدوا أن يسلموا تلك الصندوقين فيواجهوا أسوأ العقوبات الدولية وتنفرض عليهم، ومن الممكن أن تقفل الطرق الجوية بوجه طائراتهم المدنية. هذا من ناحية. أما من الناحية الأخرى، أولا الطائرة جديدة الصنع وهي 4 سنوات وقاموا بصيانتها قبل يومين. أنا أساسا خريج هندسة صلب وحديد، يعني في الدراسة التي درسناها تقول كل الفرضيات أن الطائرة بهذا العمر والطائرة بهذه القوة لا يمكن أن يكون خدش أو ضعف في جسم الطائرة، وحتى إذا كان هنالك حريق في محرك الطائرة لا يستطيع أن يصل إلى جسم الطائرة. نعم. ويعيق مسيرها، لا سيما الطائرة هي أقلعت منذ دقيقتين ثم واجهت تلك المشكلة. بالتالي نستبعد تماما فرضية. نعم. الخلل أو طيب. كندا طالبت بتحقيق شفاف تشارك فيه أوكرانيا وكندا كذلك، هل تعتقد أن إيران ستستجيب لهذا الطلب؟ أنا غاطن كندا، أنا ساكن في كندا منذ الحادثة حتى الآن. الإعلام الكندي والحكومة الكندية جلست أكثر من جلسة وركزوا كثيرا على هذا الموضوع، واليوم وزير خارجية كندا قام باتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حول هذه الحادثة، وطلبوا من إيران بل ضغطوا على إيران بفتح باب للخدمات القنصلية الكندية، وأيضا طلبوا من إيران أن يقوموا بالتعاون مع أوكرانيا وكندا للتفتيش وللتحقيق يعني المكثف
حول استطاعة هذه الطائرة والأسباب التي أدت إلى ذلك. فبالتالي اليوم كندا وعدد كبير من الدول في الولايات المتحدة دولة مصنعة لهذه الطائرة يقوموا بالضغط الكثير على النظام الإيراني لفتح باب تحقيق ومشاركة الآخرون في هذا التحقيق. ما التبعات التي قد تتحملها إيران فيما لو ثبت أن صاروخا إيرانيا هو الذي أسقط الطائرة؟ في هكذا حالات كما طائرة لوكيدي في 1988 التي أسقطت بواسطة النظام الليبي، هنالك إجراءات دولية ستخضع إيران لها، مثلا دفع ضريبة أو عفوا دفع بدائل ودفع يعني غرامات لذوي الغتلة، وهنالك غرامات ستدفعها الحكومة الإيرانية إلى دولة المصنعة، إلى شركة المصنعة أقصد، وإلى أوكرانيا. بالتالي النظام الإيراني إن ثبت هذا الشيء عليه سيواجه أزمة اقتصادية وأزمة دبلوماسية في العالم، لأن أولا حسب المعايير الدولية كان يجب على النظام الإيراني أن يعطي إنذارا إلى شركات الطيران بأن الأجواء الإيرانية غير آمنة ونحن في حالة حرب، كما هنالك إطلاق صواريخ كانت في سماء إيران. بالتالي كل هذه الشركات كانت لم تعرف بتلك الأوضاع ولم تعرف بتلك الأخبار، فكان من الممكن أن تحصل كوارث أخرى، وكان من الممكن أن تسقط طائرات أكثر من واحد. بسبب هذه الأخطاء. شكرا لك الناطق باسم الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية السيد طارق جاسم، كنت معنا من أوسلو.